صناعة الفخار تعتبر من أعرق الحرف البحرينية القديمة. أنا تعلمت الشغلة من عند الوالد الله يرحمه، نفس ما الوالد تعلمها من عند جدي. صانع الفخار عرف شلون يتعامل مع الطينة، راح يتعامل معها في الصناعة بكل سهولة. كلها موجودة في القبور ونقبوا عنها وحصلوا أكثر شيء معظمها كلها أواني فخارية. هنا على أرض مملكة البحرين، حيث التنوع الحضاري والإرث التاريخي الذي لا يوجد له مثيل، تزدهر الحرف التقليدية التي كانت ولا تزال تشتهر بها المملكة، ويتوارثها الحرفيون البحرينيون جيلا بعد جيل على مدى القرون الماضية. تعد صناعة الفخار واحدة من أقدم الحرف التقليدية في البحرين وأكثرها شهرة، إذ تعكس في تفاصيلها إبداع الحرفيين البحرينيين وشغفهم في الحفاظ على تراث أجدادهم. واليوم تعيش المملكة حقبة أخرى من الرخاء والتطور بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمضي قدما بخطى راسخة نحو مستقبلها المشرق، مع الحفاظ على تراثها الأصيل وحرفها التقليدية بذات الإبداع الذي يتجدد والشغف الذي لا ينضب. تجلب الطينة من قلب وادي الحنينية بالرفاع، وتشكل أواني الإبداع في قرية عالي لتحكي كل قطعة فخارية بتشكيلاتها وزخارفها وألوانها تاريخ وتفاصيل حياة كل من عاش على هذه الأرض على مر الحقب الزمنية، لتصبح قرية عالي وجهة سياحية تاريخية هامة يجذب جمال فخارها كل من يزور المملكة ليطلع على هذا الفن العريق. هذا الفن الذي يعد واحداً من أقدم الفنون التي جادت بها أيدي الإنسان الأول منذ فجر التاريخ، وارتبط وجوده بوجود البشرية المعيشي والثقافي وتفاعلها مع محيطها البيئي، لتصبح صناعة الفخار تراثاً يحكي تاريخ حضارة وإبداع حرفي. معكم عبد النبي عبد الرحيم العالي. طبعاً أنا جاي من عائلة توارثت هذه الحرفة، حرفة صناعة الفخار العريقة. أب عن جد، فكان معلمي الأول هو الوالد الله يرحمه. وطبعاً صناعة الفخار تعتبر من أعرق الحرف البحرينية القديمة.
أنا زكريا جعفر محمد الشغل من قرية عالي، أحد مصانع الفخار، اللي هو صاحب المصنع نفسه طبعاً الوالد الله يرحمه. أخذت هذه الشغلة من عند الوالد، والوالد ماخذنها من عند يعني من عند أجدادي، يعني أساساً إحنا شغلتنا كلها صناعة فخار. معاكم حسين عبد الرحيم من مركز الجسر الحرف اليدوية. صناعة الفخار مشهورة بها قرية عالي من خلنا نقول 5000 سنة قبل الميلاد، ولا زالت مستمرة. وطبعا كان في السبعينات أو في ما قبل السبعينات كانت منتشرة بشكل واسع في قرية عالي. قرية عالي كلها مصانع فخار، وطبعا مصانع النورندا ثرات، بس كلها مصانع فخار، أكثر بيوتها كلهم يصنعون فخار. عقب ما طلعت الأشغال، في بعضهم طلعوا من صناعة الفخار طبعا راحوا لأشغال ثانية، بس لا زالت موجودة صناعة الفخار. رجح طبعا منقبين الآثريين إلى أيام حضارة دلم العريقة، لأن لما وجدوا يعني من كثير من الجرار الفخارية أو بقايا الجرار الفخارية في نفس المدافن الدلمونية، يعني تقريبا عمرها يعني ما يقارب 5000 سنة قبل الميلاد، وهي تعتبر من أعرق يعني الحرف و في يمكن على مستوى العالم. يعني معكم عبد الله سلمان داود. طبعا تاريخ الفخار في البحرين يعود إلى تقريبا 3000 سنة و 4000، والدليل على الآثار اللي وجدوها مع الفخاريات كلها موجودة في القبور واللي نقبوا عنها وحصروا أكثر شيء معظمها كلها أواني فخارية. ها طبعا يعود كله أساسا إلى الفخار، ومشت من ذيك الفترة إلى الأجداد تواصلت معنا إلى حاليا موجودة. المادة الأساسية والرئيسية حق صناعة الفخار الطين، ما ينضاف لها أي مادة ثانية. يمكن تجيب طين من الخارج أوكي مو مشكلة، بس هي طين. يعني لو بتقول لي تخلط إياها الرمل ما تصلح الطينة، الطينة الوحيدة هي حق صناعة الفخار، ما فيها يعني مثلا بتضيف فيها مواد ثانية أو شيء، لا ما ينضاف فيها أي مادة ثانية، لا تقوية ولا تضع، يمكن تضعفها ممكن، أما تقوية ما تتقوى الطينة إلا يعني مثلا بشغلات تطوير مثلا مكاين تضغط وش اسمه يمكن، اما تضيف لها ماده ما ينضاف لها اي ماده ثانيه. طبعا هذا الطين كان في السابق نحصل عليه من روضه من الماش، كانت في بر او تلال عالي الاثريه، كان في وسطها في وادي يعني اطلقوا عليها ابائنا روضه ام الماش. اليوم للاسف لان زحف عليها العمران فانتقلنا حصلنا منطقه ثانيه اللي هي عين الحنينيه، الحين نحصل على الطين من هذا الموقع. تبتدي من تحضير الطين طبعا نجيبه من ذيك المنطقة مليء بالأعشاب بالحصى، نسوي محلول نضيف عليه الماء، وطبعا بيكون هذا محلول الطين وسخ في أعشاب وبعض الحصى، فنمرره عبر منخل أو غربال. هذا المحلول طبعا تعلق الأعشاب والحصى في المنخل، وينزل المحلول النقي في أحواض خاصة تترك الجف تقريبا يومين ثلاثة، وبعدين تخمر. طبعا صناعة الفخار هي تعتمد في الأساس على الطينة البحرينية القديمة. طبعا الحديثة هو في خلنا نتكلم أول شيء عن القديمة، كان نوعين، لو نوع أصفر مع نوع البني نخلطهم مع بعض وتتكون عندنا الطينة البحرينية. الطينة القديمة هذه خلنا نقول الأصفر هو يمثل قوة الطينة، والبني يمثل المرونة مال الطينة، فنخلط ثلث قوة مع ثلثين من المرونة تطلع عندنا الطينة البحرينية القديمة. طبعا الطينة القديمة كانت جدا جدا ممتازة، ويعني معروفة في دول الخليج انها هي افضل فخار ممكن تستخدمه حق اواني الماي او اواني الزراعة. حاليا طبعا بسبب قلة الاملاح، هاي كانت الطينة القديمة وجدا ممتازة قوية، حاليا مجرد نوع واحد من الطين هو البني بس موجود، بما ان الاصفر مو موجود، موجود البني، هاي
ضعف الطينة وسواها جدا قليلة، وهم ما يعني مو يصلح للماء بكثرة. احنا نجيب الطينة من المنطقة نفسها، نحطها في أحواض. الأحواض هذه يعني نوع الخلاط، بس خلاط كبير. يعني طريقة الخلاط هذا تطلع منه الوسخ والشسمه وتعرضه إلى الشمس. أنت لما تعرضه إلى الشمس في أيام الشتاء يأخذ شهر، في أيام الصيف يأخذ 15 إلى 12 يوم، يتجفف ينشف منه الماء، تجيبه حق محل صناعة الفخار. محل صناعة الفخار أنت تكتل اللي هو الطينة على قد اللي تبغى وطريقة اللي تبغى. من الأول إحنا ندوسها برجولنا، الحين لا، الحين ما في دوسان رجول طبعاً، هالدوسان رجول وحركة الإيد ماكو. يعني في بعض المصانع تستعملها، إحنا لازم نستعمل منها شوي، بس هذه اللي هو الشغلة هذه جبنا لها مكاين، الماكينة هذه تضغطها تطلع منها الهواء، تماسكها أزيد، لأن إحنا طينتنا لازم تبغي عنا نقول خدام، يعني شغل بقوة على أساس تنضغط صح، والله ما تستوي يعني على بغيتك أنت. وتكون منها مثلا حصالات، مباخر، أي طريق، أي شيء تبغي أنت في بالك تسوي تسوي منها. نرجع إلى طبعا هذا الجهاز اللي قاعدين نستخدمه، أوكي؟ طبعا كانوا قديما يسمونه شرخ، وبعضهم يسميه ماكينة، احنا نسميه ماكينة. فبس هو في الأساس يتكون من شنو؟ يتكون من حديد. سابقا مو حديد، رحة كبيرة تحت يخلونها، وفي الوسط يحطون فيها دنشلة، وفوق يحطون فيها حطبة. الحين تحت حديد، البيب حديد، كلها حديد في حديد وبيرنج، ويشتغلوا عليها شغل أضبط من الأول. طبعا كان الوالد مثل ما قلت لك كان يعتمد على حق تدريبنا، ما يعتمد على تدريبنا في ان احنا اعطينا اواني فخاريه ونشتغل فيها، لا، كان يعلمنا اساسيات شلون نتعامل مع الطينه هذه، الطينه البحرينيه او اي طينه كانت. اذا الفخار صانع الفخار عرف شلون يتعامل مع الطينه راح يتعامل معاها في الصناعه بكل سهوله. وهذه نقطة أساسية في تعلم صناعة الفخار. طبعاً عقب عملية الصنع تجي مرحلة الجفاف، وتتم لها تقريباً يومين ثلاثة لما تجف، طبعاً حسب حجم القطعة. عقب ما تجف ننقلها إلى أفران خاصة أساس عملية الحرق. هذا الفرن مال حراق أواني الفخارية طبعاً. الأول الفتحة هذه مالته كبيرة، يعني يمكن ارتفاعها متر ونص في مترين، لأن نحرق بالخشب سعف، وبعقب من عقب السعف تطورنا إلى خشب. الحين ما في خشب، الحين كله كيروسين. الفتحة صارت صغيرة، الفرن داخل تبدل الهيكل ماله، ندخل الأواني الفخارية. هذه الأواني الفخارية اللي مي جاهزة، عقب ما تجهز تجف زي من حقل تدخل هالفرن، ندخلها داخل الفرن 14 إلى 18 ساعة. درجة الحرارة داخل الفرن من 1000 إلى 1000 تقريباً و100 درجة. يتسكر الفرن، يتبند، يأخذ له 3-4 أيام، بعدين نفتح نفس ما شفت الحين جاهز، توه مطلوع الأغراض منها هذه. عقب ما طلع تودي داخل المعرض، اللي يبغى صباغة صبغة، واللي ما يبغى صباغة عرضه من غير تلوي. طبعاً في قديماً أو لا زالوا في قرية عالي، فلا زالوا يستخدمون اللي هو الطريقة القديمة اللي هما الجلوس وين؟ وسط الويل هذا، أوكي؟ هني لما أنت تقعد في وسط الويل إيش قاعد تسوي؟ قاعد تستخدم النظر من فوق الفخارة، عرفت شلون؟ بعد أنت قاعد تستخدم العضلات مالتك ثنتينهم مع بعض. أهم أنت هنا قاعد تستخدم شنو؟ رجول واحدة بس تفتر تفر الويل، يعني طول ما أنت قاعد هنا قاعد تشتغل بس برجول واحدة، عشان في هاي الرجول الثانية راح تكون واقفة،
بس هذه الطريقة وما تجد على جنب زين. طبعاً هذه أحد الفخارين مال مصر هو كانوا هم يستخدمون هذه الطريقة، فأنا تعلمت منهم هذه الطريقة لها جدد يعني جدد مميزات عدة مميزات. الميزة الأولى أنك أنت تقدر تستخدم رجولينك ثنتينهم مع بعض يسار يمين أوكي. هذه واحد. اثنين أنك أنت في العمل ممكن يكون التحكم في الطينة مو نفس تحكمك في وسط راح يكون الوسط غير لما يكون بهذه الطريقة. هذه الطريقة ممكن تستخدم بعد نفس الشيء الجسد في نفس الوقت يساعدك على ضغط الطينة إذا كانت كبيرة مثلا. طبعا أشياء صغيرة الأشياء الكبيرة هذه يبي لها شوي ضغط أزيد، فممكن تستخدم الجسد مالك إنه يساعدك في الضغط على الطينة. هذه اثنين. ثلاثة أنك أنت النظر قاعد تشوف الفخارة من هذه الجهة، أنت لما أنت قاعد تصنع من فوق ممكن ما تشوف إلا بس الفخارة من فوق، بس على الجهة هاي راح تشوف الفخارة مالتك بكل سهولة. هاي تكنيك شوي إن شاء الله هو مفيد، وأتمنى أن الفخارين يستخدمون نفس الشيء. طبعا طرق التلوين عديدة، في بعضها احنا نستخدم اللي هو المسدس تلوين اللون بهي الوان صريعة يعني سادة، في بعضها لا استخدم الفرشاة عقب نمسح بالقطعة قماش واترك يجف وانا اتكيف فيه ابي لونين ثلاثة اربعة اعطي تدريج في الآنية نفسها. بعضهم لا بسفنج يعني اخفف او ازيد اتحكم فيها اعطيها نوع الايقاع في اللون في الالوان متدرجة او خفيفة بالضبط مثل هذه. طبعا هذه القطعة تلوين سفنج ما فيها قطعة قماش ولا شيء. أعطي طبعا الخلفية أساسا أول شيء اللون الأساسي أعطي لون، عقب يجي طبقة لون ثاني، عقب طبقة لون ثاني، آخر شيء طبعا بعكل بالسفنج أعطي لون مثلا فضي ذهبي نحاسي على حسب شلون فكرتها. طبعا بالنسبة للقطعة هذه هي طبعا أول شيء تدخل حرق أولي عند حرارة 950، عقب نلونها بأكاسيد. أكاسيد طبعا أنواع ألوان احنا نتكيف فيها على حسب الدرجة نلونها ونقدر نخفف نزيد درجة اللون عقب يدخل الفرن. عقب ما تدخل الفرن عند حرارة 1100 عقب الفرن تطلع بهالنتيجة هذه. طبعا بالنسبة للقطعة هاي أنا فخارية تلوين بالفرشاة، أولا نعطيها لون بالأساس عقب أجيب الألوان المطلوبة حق التلوين العمل نفسه أو المنظر نفسه أو الرسمة نفسها اللي بيرسمها أسوي مسودة عقب أنقلها على الآنية الفخارية بألوان على حسب اللي أبيها. بالنسبة لتطوير الألوان في الفخار هو نفسه صانع الفخار أو اللي لون الفخار يدمج الألوان يخففهم يزيد درجة اللون تطلع عنده أفكار يعني ما أقدر أقول لك بالضبط شلون أضيفها وأزيد هي أحتفظ بها يعني ما ممكن حتى أرد أرجع لها لازم أرد أمارسها بالتجربة يعني ما في شيء أن أوثقه بقياسات معينة كل يوم بيصير عندي تطور جديد. طبعا في حق صناعة الفخار هذه القطعة الوحدة أنا طبعا هو يعتمد في الأساس على صانع الفخار يعني في بعض الفخارين أو اللي يشتغلون في صناعة الفخار تلاقيه هو قاعد ينتج مثلا اكواب من بدايه اليوم قاعد ينتج اول واحد ثاني واحد ثالث واحد يمكن يكون يتاخر شوي بس بعدين هو بروحه ياخذ على العمل هذا ويقعد ينتج زياده. هذه في الاشياء الصغيره. في الاشياء الكبيره مثلا هذه الاشياء الكبيره هاي طبعا لازم مره ثانيه نقوم نضبطها لو القاعده مالتها تكون غير أو في بعض الأعمال تكون مضاف إليها. يعني مثلا أنا ممكن أبي أنتج شيء ارتفاع متر، المتر هذا بعد ما وصلت لفوق متر يعني من هنا لهني ما وصل متر، فشلون أخلي يدي داخل وأطلعها فوق؟ فلازم أوصل لمنطقة معينة بعدين أضيف طريقة الحبل أو شيء. هذه طريقة في البحرين يستخدمونها الحبل، لما يرتفع شوي يوم ثاني أو يوم ثالث يحطون حبل ثاني لما يوصلون للمستوى المطلوب والشكل المطلوب.
فهذه كل قطعة طبعاً تأخذ 3 أسابيع، يعني من مرحلة تحضير الطين إلى التشكيل إلى التجفيف إلى الحرق. عشان لو واحد كان يبي يسوي طلبية لازم يجينا قبل 3 أسابيع عشان يستلم قطعة مالته. وطبعاً هاي الوقت يعني يختلف، بعض الأحيان يكون حجم صغير فيكون إنتاجها أسرع، وبعض الأحيان يكون القطعة كبيرة أصلاً، يعني أساس تنشئها وتزخرفها وش اسمه يبغى لك أنت فلان شهر تبني فيها، فإنه أكيد بتتأخر أكثر. يعني بالنسبة عن صناعة الفخار، أنت وش بتسوي مثلاً؟ بتسوي حب، الحب هذا اللي مو مرحلة واحدة، في مراحل، يعني أنت بتسوي لين بتسوي كبير غير، بتسوي وسط غير، وبعدين بيتعدل بينجرد، احنا نقول بيتنظف، يعني ما يستوي في يوم واحد. هذا لو سويت مثلا 10 أو 15 يملين 3 أيام تقعد تعدل فيهم، مو نفس الحصالة. الحصالة انت بس سويها بتنظفها بتطلعها برد واحد، لما تخليها 3 أيام أو يومين في الشمس وبتدخلها داخل الفرن. في السابق ان المنتجات الفخارية يعني منتجات ضرورية لكل أسرة ما يمكن الاستغناء عنها، يعني كان ينتجون مثلا اللي هو اواني اللي هو حب الماء، شربات، مخاض اللبن، مثلا مباخر، هي اشياء ضروريه ما يمكن. اليوم طبعا مع وجود هاي المنتجات البديله وش اسمه في وجود الثلاجات فتم الاستغناء عن هاي يعني هاي الاواني الضروريه، خلوها بس مجرد للديكور. بس طبعا كان لزام علينا من ايام الوالد الله يرحمه، يعني كان ان احنا نطور هاي الحرفه، فأصبح الحرفي يعني أخذ جانب يعني فني أكثر، فبدأ يستخدم واقعاً. وظفنا يعني الزخارف البحرينية ومثلاً الخط العربي، الأشياء الدلمونية، فقدرت أنا أدخل هاي الزخارف على الأواني الفخارية ولقت إقبال. طبعاً اليوم عندنا العديد من الأشكال لا حصر عليها، يعني ممكن جداريات، تحف، تذكارية، في كثير من الأعمال الفنية أيضاً. يعني مملكة البحرين اشتهرت بصناعة الفخار على أساس أن كانت الطينة جيدة يعني من أول. الحين يمكن فيها أشلاء بسيطة غيره، بس مشتهرة من أول، لا زالت مشهورة بصناعة الفخار إلى حد يعني من السنين أن هي الوحيدة في الخليج. طبعاً في عدة فخار أو أشكال فخارية موجودة في البحرين تتميز بها اللي هي عالي، فأكثر يعني الزبائن يفضلون الحصالات حق تلوين مثلاً أو حق توزيع أو أكثر شيء حصالات الصغار يأخذون. وفي طبعاً اللي هي الأشياء مال الإنارة المخرمين دولين بعد ما شاء الله يمشون بكثرة. طبعاً هذه الفخار المخرم هذا تقريباً خلنا نقول عمره ممكن يكون 30 سنة بس في البحرين مو أكثر، لأنه كان قديماً ما موجود. طبعاً انتشر في خلنا نقول 1989 بالضبط. كل واحد وذوق ماله، بس السواح بالذات دائماً يعني يبحثون عن شيء يذكرهم في البحرين، فأنا الحمد لله قدرت أوظف يعني هاي الزخارف البحرينية الأصيلة على القطع الفخارية ولترمز إلى يعني تصاميم بحرينية، سواء زخارف معمارية أو وحدات زخرفية نباتية أو هندسية بحرينية أصيلة. نلاقي تشوف كثير من السواح يحبون يقتنونهم، لأن يعني شيء أصيل فيحبون يأخذون شيء من البلد اللي زاروه. البحرينيين أيضا إليهم نصيب كبير بعد من هالأشكال الجديدة، صرناها في الديكور كتحف في البيوت كهدايا، وطبعا الاطفال يحبون الحصالات واجد. يعني هذا من ايام قبل الى الحين لا زالت الحصاله اليها السبق، يعني في اكثر منتج يمكن ننتجه. يعني بالنسبه عن هيئه اللي هو التراث والثقافه في المملكه، يعني كانت هي نفس ما نقول ان هي عيونها على التراث، تم بتطلع تراث البحرين، يعني مثلا مصانع الفخار، مصانع اي مصانع قديمه تشتهر في المملكه تجي تدعمها كتشجيع. وش تحتاجون مثلا؟ طين،
لأن كان الطين من أول ما هو متوفر، بالعكس وفرت إلينا الطين تسهيل الأمور يعني شوي كتشجيع يعني شجعنا. إحنا اليوم كل ما يعني صيدنا معوقات أو يعني ظروف معينة مثلاً شحف الطين أو في اسمه يعني هيئة الثقافة في البحرين يعني دائماً تكون سند إلى جانبنا ل يعني تذليل هذه الصعاب وهي اسمه، وإن كان لازم عندنا مناشدات دائماً إحنا وياهم نلجأ إليهم، وإن شاء الله يكون هالتعاون دائماً موجود. يعني مركز الجسرة ومثل ما تفضلنا وقلنا قبل إنه هو أسس على إنه يكون محافظة للحرف اليدوية، فطبعاً هذه الفكرة طبعاً أنتجوا منها فكرة ثانية هي تدريب حق الحرف اليدوية. كان في ما شاء الله دورات تدريبية في مركز الجسرة لتدريب اللي يعني اللي مهتم بهذه الحرفة أو مهتم بهذه الحرفة، فكانوا يجيبون لهم اللي هو حق تدريب، وما شاء الله ما شاء الله في ناس واجد تدربوا من الجسرة وأنتجوا، وعندهم يمكن يكون عندهم اللي هو المشغل الخاص فيهم سبت له وجود مركز الجسرة. بالنسبة عن جهودي أنا أو جهود مثلاً أولادي أو أخواني عن حفاظ على صناعة الفخار أو على نفس المصنع أو على التراث، يعني إحنا قد ما نقدر نطور المصنع، نسوي له ديكور. كوني أنا بعد يعني مدرس فنون وصاحب مصنع، فأحس يعني من الواجب علي أن أنا أطور من يعني قدرات الحرفيين، فعقدت بعض الدورات إلى الحرفيين وأبناء الحرفيين اللي تطور من قدراتهم الفنية والارتفاع بالذوق الفني عندهم أيضاً. يعني في عندنا ورشة عمل، يعني مثلاً أنت أي واحد يبغى يجي يقول إن أنا بعلم ولدي بس ما عنده صبر، لأن هذه الفخار يعني مو يوم واحد أو اثنين أو شهر، ينبلي فترة طويلة. هو إيش بيسوي؟ بيجي يدرب ولده مثلا ساعة ساعتين أو في الأسبوع مرتين، ما بس إحنا أولادنا لا، إحنا قاعدين ندربهم على طول. طبعا الثمانينات أنا كنت أشتغل في مصنع الفخار في عالي، فكانت عندي فكرة إن إحنا شلون يعني نخلي هذه صناعة الفخار تنتشر بشكل أكثر، ففتحنا اللي هو مجال حق تدريب. كان أول جروب عندي حق التدريب في عام اللي هو 1988، كان عندي جروب ما شاء الله الحين اللي طلعوا يعني كلهم ما شاء الله كبار في صناعة الفخار، مو كلهم طبعا، في كم واحدة منهم كانوا حريم، في كم واحد اشتغل في نفس المجال هذه. أما في طبعا أنا طبعا بما أني صانع فخار فلازم أعلم ولدي نفس الصناعة، وما شاء الله قاعد يشتغل نفس الطريقة وممتاز في صناعة الفخار. يجون نحن سواح واجد، يعني مو ما يجون، يجون سواح واجد يتقصدون حق صناعة الفخار. عندنا مناطق نراويهم لو خطوات صناعة الفخار، خطوات عجان الطين، عندنا برامج إليهم واجد يعني نسويها. كثير يعني واقعا من السواح الأجانب اللي يزورون مملكتنا الحبيبة يحرصون دائماً على زيارة يعني صناعة الفخار البحرينية كأحد المعالم السياحية، فدائماً يجون من الفنادق يعني ويستمتعون بمشاهدة طريقة الصناعة، حتى بعضهم يحب يجرب يعني كتجربة بسيطة أنه يبغي يصنع أو شو اسمه ويأخذها بعد أيضاً وياه. أيضاً حتى على مستوى مدارس البحرين يعني دائماً المدارس والمدرسين يحرصون على أنهم يعلمون يعني النشء والطلاب ويعرفونهم ب يعني الأشياء الحرف القديمة البحرينية الأصيلة، فيقومون برحلات يعني زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية وهم ترفيهية، فيقتنون يعني بعض المنتجات ويجون يستمتعون بمشاهدة الصناعة عن قرب. يعني حتى بالإضافة إلى السواح القادمين من الخليج أخواننا وحبايبنا دائماً يجون، كثير منهم يجون هني ومو بس يشاهدون وأيضاً يعني يشترون القطع البحرينية ويسوون بعض الأحيان طلبيات خاصة. السائح نفسه سهل لما يوصل أي منطقة
ويشوف قدامه أي شيء يكون يدوي مو شرط صناعة فخار، مثلا ممكن واحد ينحت على خشب، ممكن واحد يرسم، ممكن واحد يستخدم الخوص، هذه تجذبه تصير عنده جذب، فما بالك بصناعة الفخار مجرد طينة وننتج منها شيء معين. فلذلك طبعا ازداد عدد السياح في البحرين ولا زالوا بنفس القوة تقريبا، السياح موجودين، حتى اللي موجودين في البحرين نفسهم يعني احنا نعتبرهم سياح نفس الشيء، فهم يجون كسياحة بس هم موجودين في البحرين يشتغلون. وطبعا هني في مركز الجسرة ما شاء الله كان الاهتمام بهذا الشيء بشكل خلنا نقول مبالغ فيه بكثرة السياح الموجودين. طبعا في مجال حق المدارس يوصلون، في توعية حق بعض الصناعات الصناعات الموجودة عندنا هني، مو صناعة الفخار، كل الصناعات الموجودة هني. طبعا في توعية حق أي واحد أو أي سائح محتاج أي معلومات، احنا ما نقصر معاه، نعطيه أي معلومات يحتاجها. طورت صناعة الفخار على الكستمر اللي يجي، الكستمر لما يجي يسألني أنا أبغي تشكيلة الفولادية، أنا ما أسوي له بس واحدة، أسوي له مثلا واحدة، هو يبغي ثنتين أسوي له عشر، لأن إذا أشوفها عدلة أسوي أزيد. كل ما جاء كستمر وبغى طلبية أنا بعد ساعات أحط أفكار من عندي طبعا، أشوف السوق وش تبغي، يعني الحياة وش تتطلب الحين، الموضة الجديدة تبغي أبجورات حق ليتات حق أسوار جداريات، كل ما تطور الزمن احنا نطور افضل. يعني لما نتكلم عن التطوير في هاي الحرفه واقعا يرجع الفضل الاول الى الوالد، كان لزام عليه انه يطور، فادخل كثير من المنتجات، يعني كان واقعا الوالد مبدع، فادخل يعني بدل شربات الماء او حب الماء او الجحله، فبدأ ينتج كل مرة منتج جديد دخله، وشوف إنه يلاقي قبول واقعاً من السواح والمواطنين. أنتج مثلاً الدلة، مأذنة، أتذكرت بدايات التفريق كان أيضاً أيام الوالد. يعني حصلنا كتاب من المتحف في كل الفخارات اللي مكتشفة وشلون قياساتها وهذه، فطبعاً في بعضهم سوينا لها كوبي، وفي بعضهم أخذنا منه بعض المعلومات أو بعض النقشات واستخدمناهم في تطوير فخارة ثانية، مثلاً نستخدم عليه نفس النقشات الموجودة القديمة اللي موجودة داخل، اللي هو خاصة هذه الأشياء اللي فيها مال اليونان، عندهم خط معين أو خط المسماري أو هذا، فكنا نستخدم أو الأختام الدلمونية ما شاء الله استخدمناهم بكثرة، وكان كل الأعمال ما شاء الله مشيت يعني بشكل جيد. هذه التطور زين، طبعا كل ما تتطور للفخارات كامل تشوف بعدين شلون الزبون يحب الأشياء اللي يبونها، فلذلك احنا قاعدين ننتج الأشياء اللي هو الزبون يفضلها. دلمون أرض الخلود، لؤلؤة الخليج العربي، سيبقى التاريخ الأصيل وستبقى الحضارات العريقة التي تعاقبت جزءاً لا يتجزأ من هوية هذه الأرض، هذه الأرض التي تزخر معالمها الأثرية بقطع ذات قيمة تاريخية كبيرة. يرجح علماء الآثار أن تاريخ صناعة الفخار في مملكة البحرين يعود إلى أيام حضارة دلمون، وذلك بما كشفت عنه أعمال التنقيب من جرار وأوان فخارية عثر عليها في المدافن الدلمونية في عدد من المواقع الأثرية في مختلف مناطق البحرين، حيث كان يتم قديماً دفن الموتى مع مقتنياتهم الشخصية، ولم تكن هناك آنذاك طريقة أفضل لحفظها من القطع الفخارية. وعلى مر السنوات التي مضت تفرد الحرفيون البحرينيون في المزج بين الأصالة والحداثة،
وعملوا بكل شغف وتفان وإصرار للحفاظ على موروثهم الثقافي الذي يفخرون به، لتصبح أعمالهم الفخارية المتميزة وآثار أجدادهم عامل جذب سياحي مستمر. لا تزال صناعة الفخار تشكل رابطاً راسخاً بين التاريخ المعاصر والحقب الزمنية الطويلة الماضية، والتي شهدت مراحل بدء وتطور هذه الحرفة وتفاصيل حياة الإنسان الذي ارتبط بها في قالب جمالي يحمل قيمة فنية وثقافية فريدة من نوعها. Thank you.